يا ربنا يسهله ونشتغل مع بعض. زي ما حضرتك شايف في شغل كبير على مستوى المحافظات، الدقة أهلية مثال من كثيرين، فنشكر السادة المحافظين طبعا على التعاون، لو عملنا كده طول الوقت أعتقد كلنا هنشوف حاجة أحسن كتير. ضبط وربط ومراقبة ومتابعة، ففي النهاية نصل لنتيجة يعني جيدة. هو النهاردة بس احنا ما بنقولش الكلام ده، في 27 من قيادات الوزارة، كل واحد في محافظة بيتابع مع السيد المحافظ هناك، ويعني في قصص كتير من المتابعة والجودة اللي بنعملها، وده اللي اتعمل في الثانوية العامة، وعشان كده مشي كويس. مش كله كاميرا دخلت وصورت، ولكن في متابعة شديدة بتحصل، ومن يوم ليوم هتشوف فرق كبير جدا. دكتور طارق، ممكن نشرح للناس في كم طالب النهارده راحوا المدرسه علشان الناس تعرف بس حجم الحكايه؟ لانه في ناس قال لك لا العدد كبير، اللي ما فيهاش اجراءات احترازيه، مش بعاد قوي، عشان بس الناس تعرف التحدي عامل ازاي. لا النهارده السبت اللي بيشتغلوا يوم السبت 12 محافظه من ال 27، يعني ما عنديش رقم بالظبط، بس لو خدتها يعني بالنسبه النص للتناسب يعني اقل شويه من نص، 45% بنتكلم في 11 12 مليون، فدول اللي راحوا النهارده. ولكن هذا الرقم برضو مش هيبقى دقيق قوي، لان احنا عاملين جداول تبادليه، فمش مش مش حضور نظامي. يعني في مدارس دلوقتي هتشتغل 2 و4، وفي مدارس هتشتغل وهكذا، فالارقام مختلفه عن السنين. لو احنا بنتابع ده كله دلوقتي عندنا 60,000 جدول مختلف، فبنحاول نشوف الحضور، نسب الحضور كل يوم قد ايه. وعملنا رقم كول سنتر، يعني في رقم اعلناه امبارح، انا حطيت شريط فيديو يمكن اكتر من نص ساعه فيه تفاصيل كثيره جدا جدا، من ضمنها رقم للشكاوي علشان الناس تتصل عليه، وراه يمكن اكتر من 200 موظف بيشتغلوا على مدار الساعه عشان اي شكوى في اي نقطه تيجي لنا ونتعامل معاها على طول. أنا كنت لسه بقول للناس إنه تحدي عودة المدارس موجود في دول متقدمة كتير أكتر مننا، يعني التحدي ده موجود في أمريكا وموجود في الصين وموجود في ألمانيا وموجود في بريطانيا، فالمسألة ليست بالسهولة اللي الناس متخيلها، لأن الناس فاكرة إنه من أول يوم تنتظم الأمور والإجراءات الاحترازية تبقى 10 على 10، فالمسألة ليست بالسهولة دي يعني. على فكرة هي يعني إحنا بنتكلم على آلاف المدارس النهارده، بالأرقام نسب الانضباط على المستوى التقارير يعني اللي جاينا من المحافظات نسب عاليه جدا جدا جدا. بس حضرتك عارف انه احنا يعني عندنا ولع باثاره هذه النوع من القصص، خصوصا على السوشيال ميديا. يعني نجيب فيديو واحد لمشكله واحده، طبعا هيبقى في مشاكل في حاجه بالحجم ده، وفي مشاكل قبل الكورونا وبعد الكورونا، يعني الانضباط من عدمه دي مشكله عندنا في كل حاجه، في التعليم وفي الصحه وفي المستشفيات وفي الطوابير، ما عارف نقف طابور اساسا، وبالتالي يعني مش انجاز. يعني متهيألي التركيز على الاشياء دي بيوحي بانها مشكله كبيره. لا الوضع مش كده خالص، والمدارس منضبطه والادارات عامله شغل جامد جدا، والمحافظين والمديرين ووزاره التخليه عامله شغل ولا تتكلم، والتنميه المحليه والصحه، ففي شغل كبير. بس فكره ان احنا نجيب فيديو ونروجه في مدرسه هنا ومدرسه هنا، يعني لو كانت نسبه النجاح النهارده مثلا فوق 90% فده انجاز عظيم، و80 كمان عظيم واعظم واعظم، لان انا بقول لحضرتك ان هذا التحدي موجود حتى في يعني في دول كبيره، واحنا شفنا هذا التحدي حتى في مدارس الانترناشونال واجهوا نفس التحدي، ولم تكن مساله سهله بالنسبه للمدارس اللي فيها عدد طلبه اقل كثيرا يعني. لا وفي بقى لسه التفاصيل كتير بقى، الناس بس سايبه الكور، سايبه الموضوع. يعني امبارح الفيديو اللي انا حاولت اجمعه ده الحقيقه انا اعتقدت انه بيرد على يعني مئات الاسئله، من حيث هنتعلم ازاي وايه مصادر التعلم وايه الضوابط الاحترازيه وايه ارقام الشكاوي وايه المصادر اللي محتاجه انترنت واللي مش محتاجه انترنت، ومنصه التعليم المصري والمكتبه الرقميه بتاعت ثانوي وجداول التلفزيون وقنوات. فتستغرب انه نتجاهل كل اللي قلناه ده ونقول اصل في مدرسه الباب مكسور، يعني بستغرب والله. بس في جهد واحنا بنتكلم هائل، يمكن الترحيب بيه بيحصل من دول خارج مصر. يعني احنا التجربه المصريه بالمناسبه اللي احنا بنعلق عليها بهذا الشكل يمكن من التوب 5 في العالم،
يعني بيشار إليها بأن إحنا كل يوم بنترأس اجتماع دولي لمساعدة دول تانية. هنا ما بنصدقش الكلام ده، بس الحاجات المعروضة الحقيقة كتيرة جدا جدا. بقى عندنا مصادر كبيرة امبارح قلنا لهم أخبار أي واحد فيهم قضية مهمة، يعني احنا ندي بريد الكتروني مثلا ل 20 مليون طالب بالتعاون مع مايكروسوفت، ده خبر جامد جدا يعني. وهنديهم اوفيس 365 ببلاش ل 20 مليون طالب في وورد واكسل وباوربوينت وتيمز عشان يعملوا فيديو كونفرنسنج، يعني حاجات تستحق ان نتكلم فيها. والقنوات التعليميه هتشتغل بكره، وحضرتك هتشوفها على تردد جديد، حاجه اسمها مدرستنا هيبقى فيها مناهج رابعه ابتدائي لحد الاعداديه. فقصدي في جهد كبير قوي وحاجات جديده يعني. ففكره بقى ان احنا عرفتكم طول الوقت حد بيصدر قضايا بيصدر دوشه، لا ننتهي من الدوشه ابدا ابدا. والدوشه ملهاش دعوه بالتنظيم بتاعه الوزاره، ليها دعوه كتير باداء الناس على الارض. فاحنا بنتابع الناس اللي تابعنا زي ما حضرتك شايف عن طريق المديريات والادارات والمحافظين والتنميه المحليه والصحه. بس عشان كده طول الوقت بقول يا جماعه احنا لازم نتعاون، كل واحد يؤدي دوره في حته. وانا مش شايف ان في مشكله انه المحافظ بينزل يراقب ويشوف ويسال وده ايه وده ازاي يعني، علشان ما هو بعد يومين المدرسه بقت بتبرق بقت زي الفل يعني. احنا اولا بنشكر محافظ الاهليه طبعا، والنهارده كان في نفس المشهد ده في مطروح وفي الجيزه وفي حتت كتيره جدا ده بالظبط. وفي متابعه عندنا جهاز كامل للمتابعه الجوده بيعمل نفس الحاجه. وزي ما قلت لحضرتك اتحنا للناس رقم على واتساب يبعتوا لنا عليه كل يوم من 9 الصبح ل 5 رقم اي مشكله من اي نوع واحنا نتعامل معاها. في مسألة إنسانية يا ريت حضرتك تقدر تطلع بيها قرار، إنه لو سمحتم بنقول للمدارس مش من أول يوم نحط لستة بأسامي الناس اللي ما دفعتش المصاريف، يعني ما هو ده بيبقى إيه محرج يعني. على فكرة أنا من الناس اللي كان هذا الموضوع يؤلمني، إن أنا اسمي كان في المدرسة اللي أنا فيها يتقري في أول السنة إن أنا لسه ما دفعتش المصاريف. أنا بقول لك على أنا شخصيا بقى بلا خجل يعني. فدي مسألة بالنسبة لأي طفل أو بالنسبة لأي طالب مؤلمة، فياريت بس تعميم إنه استنوا يعني المدارس اللي بتعمل كده شوية تستنى على الطلبة حبة، لأن دي مسألة إنسانية يعني. الموضوع ده مرفوض وممنوع، وبالتالي واحنا قلنا ان انا بتكلم عن مصاريف الحكومه كمان مش مصاريف الخاصه ولا حاجه. المصاريف البسيطه بتاعت مدارس الحكومه بالنسبه للمدارس الخاصه حتى دي مسموح بتقسيطها على دفعتين او اربعه هذه السنه تجاوبا مع قدرات الناس والظروف اللي احنا فيها. وبالتالي احنا سامحين بده، ممنوع. عشان كده بنقول استخدموا الرقم اللي احنا اديناه امبارح، ممكن اعيده لحضرتك عشان الناس كلها تبقى عارفاه، اللي هو 0114-897-0610. هذا الرقم يتباعت عليه كتابه اي استفسار او شكوى او طلب، واحنا نتعامل مع اي مدرسه بتعمل التصرف ده. قولوا لنا بس اسم المدرسه فين وخلاص، ده إيه اسم المدرسه وايه المشكله واحنا نتعامل معها. دكتور طارق شوقي، التحدي كبير في عملية التعليم، وطبعا أيضا التعليم مع إجراءات احترازية هو تحدي أكبر، ولكن زي ما قدرتوا تنجحوا في العام الماضي وفي امتحانات الثانوية العامة هتقدروا إن شاء الله تنجحوا السنة دي. وأهم حاجة عملية تطوير التعليم والنظام الجديد للتعليم إن شاء الله يسير بشكل جيد جدا، وكل يوم الدنيا تتحسن أكتر بتعاون وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلبة، يعني هو ده المثلث اللي يقدر ينجح العملية التعليمية في النهاية بإذن الله. وإن شاء الله يعني إحنا متفائلين جدا السنة دي لما تبدأ كده الناس تشوف إيه اللي تم تجهيزه ليهم، بدءا من القنوات التعليمية صباح الغد ومنصة ثانوي يشوفوا مناهج ثالثة ثانوي اللي بتتحمل بقالها ثلاث أيام باللغات الثلاثة العربي والإنجليزي والفرنساوي، هيشوفوا شيء جديد يستحق التركيز عليه. وهنلاقي إن السنة ولسه هينزل بقى دروس إلكترونية وكتب تفاعلية وثلاث محطات في التلفزيون وبث مباشر واسأل المعلم والبريد الإلكتروني ومنصة التعليم المصري، كل ده في الأسبوعين ثلاثة الجايين. فإن شاء الله
تستقر الامور، بس نلتزم بالاجراءات الاحترازيه، واي مشكله في اي حته ما نبعتهاش على فيسبوك ولا نصور فيديوهات ونعمل كل الدوشه دي، نبعتها بس على الواتساب، اقصر طريق لحلها. اكيد يا فندم. الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، نشكرك شكرا جزيلا على مجهود كل المدرسين وكل العاملين في قطاع التعليم اليوم في مصر، شكرا لك فندم.